أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، مخصصة للحديث عن ملف الحديدة وأبعاد تحركات رئيس البعثة الأممية الجديد إلى الحديدة الهندية راجيت كوها. وصل رئيس بعثة المراقبين التابع للأمم المتحدة الهندية راجيت كوها إلى مدينة الحديدة. زار كوها ميناء الحديدة لأول مرة منذ توليه هذا المنصب بداية سبتمبر الماضي، حيث اطلع على الأوضاع في الميناء والتقى قيادات حوثية. وكان كوها قد وصل صنعاء وبحث مع قيادات ميليشيا الحوثي إمكانية استمرار انعقاد اللجنة المشتركة مع الحكومة بشأن الحديدة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن يقدمه رئيس البعثة الأممية الجديد لملف أزمة الحديدة؟ وما هي تبعات استمرار الأمم المتحدة بالتحفظ على الأطراف المعرقلة للحل في الحديدة؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. على طاولة الأمم المتحدة يعود الحديث عن ملف الحديدة وموانئها، الملف الأكثر تعقيداً منذ بداية الحرب والأزمة في اليمن. تحركات عديدة قام بها المبعوث الأممي مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار في المحافظة وإعادة نشر القوات من موانئ الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة، لكن كل تلك التحركات لم تكلل بالنجاح. تسيطر ميليشيا الحوثي على مدينة الحديدة وموانئها منذ بداية الانقلاب، وتسخر كل إمكانات الموانئ لخدمة حربها، فيما تحاول قوات الشرعية والتحالف انتزاع السيطرة عليها، وهو ما أنتج أزمة إنسانية طاحنة في الحديدة جراء الاشتباكات والقتال المستمر. في جديد الأحداث وصل الجنرال الهندي أبهاجيت كوها الرئيس الجديد للجنة إعادة الانتشار إلى المحافظة، وزار ميناء الحديدة لأول مرة، حيث اطلع على الأوضاع في الميناء والتقى قيادات حوثية. كوها يعد الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر الماضي، وذلك بعد الجنرالين الهولندي باتريك كاميرت والدنماركي مايكل لولسغارد. وفي الوقت الذي لا يزال فيه اتفاق الحديدة متعثراً ومجهول الملامح، يحاول كوها عقد لقاءات جديدة للجنة المشتركة لوقف إطلاق النار، وهو ما يجده مراقبون تحركات غير مثمرة، خاصة مع بقاء ذات الآلية الأممية للحل التي لم تحدد من هو الطرف المعرقل للاتفاقات السابقة. إذن عودة أممية جديدة للحديدة ومحاولات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، وهي محاولات لم تحقق أي تقدم يذكر باستثناء هدن هشة رافقتها آلاف الخروقات خلال التحركات الأممية السابقة. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك سيد الحطامي. بداية، كيف تنظر إلى طبيعة هذه التحركات الأممية الجديدة فيما يتعلق ب يعني وصول رئيس بعثة الجديد أبهاجيت كوها، وما هي حقيقة الوضع الميداني هناك؟ نعم أخي الكريم، أبهاجيت الجنرال الهندي في اعتقادي بأنه سيبدأ ما انتهى به السابقون، وهي من نقطة البداية فيما يتعلق بقضية إعادة الانتشار على الأقل ووقف إطلاق النار على الأقل في جبهات مدينة الحديدة كحسن نوايا من الطرفين، وبالتالي ربما ينزل ضباط الارتباط من خلال أول اجتماع لأبهاجيت باللجنة المشتركة ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماعات لولسغارد باللجنة المشتركة، أو بالعميد نخلة الذي أدار اللجنة المشتركة لأسابيع قليلة بعد لولسغارد، وبالتالي البدء في التطبيق العملي لوقف إطلاق النار في مناطق الربطة 22 مايو، المطار كيلو 7، المناطق ومدينة الصالح، شارع 50، هذه سوق الحلقة، هذه المناطق التي يفترض أن كان يفترض أن تبدأ تلك اللجان بحسب الاتفاقيات والموقعة بين الطرفين والتي وقعها
فريق الفريق الحكومي وفريق ايضا الحوثيين في الحديده في اخر اجتماع في عرض البحر الاحمر. وفي اعتقادي بان يفترض من المهام الاوليه للجنرال الهولندي هو ان يبدا بالتطبيق العملي لتلك الآليات التي تم الاتفاق عليها، ونزول ضباط الارتباط من الطرفين وبدء في عملية التهدئة ووقف إطلاق النار في مختلف جبهات مدينة الحديدة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد الحطامي، ورحب بمن ينضم إلينا من لندن الباحث السياسي السيد براء شيبان. أستاذ البراء، إذن رئيس بعثة جديد يتولى مهمة مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار والتنسيق ما بين يعني يرأس اللجنة المشتركة، ما الذي سيقدمه برأيك جوها من جديد في ملف يبدو أن سابقيه لم يستطيعوا تحريك ما يذكر فيه؟ نعم، أنا أعتقد يعني أنا لا أعتقد أن الرئيس الفريق الجديد سيستطيع أن يحقق أكثر مما حققه سابقيه. يعني قد يستطيع أن ينجز بعض الاجتماعات هنا أو هناك، لكن لا أتوقع أن هناك اختراق حقيقي سيتم إنجازه. والإشكالية هي يعني إذا طرحناها منذ البداية، الإشكالية كانت أصلا منذ لحظة توقف العمليات. لحظة توقف العمليات كانت توقيتها أصلا خاطئ، لأنه لا أحد يوقف العمليات وأنت على وشك أن تأخذ الموانئ وتأخذ المدينة. أنت تتحدث في فترة ما قبل ستوكهولم. طبعا هي من هنا أصلا بدأت أنا بالنسبة لي شخصيا أعتبرها انحراف البوصلة واستنزاف اليمنيين في كثير من النقاشات حول كيفيه اليه الانتشار، من الذي سيستلم وغيرها من التفاصيل. ابتدات المساله بان هناك اتفاق على وشك الانجاز وان الحوثيين وافقين، ثم بعد ذلك قالوا لا، الحوثيين لم يعلنوا انهم سيسلموا المدينه وينسحبوا، وبعد ذلك قالوا الحوثيين لم يعلنوا انهم سوف يسلموا القوات الأمنية التي كانت تتواجد قبل سبتمبر 2014. ودخلنا في هذه المعمعة، يعني كلما تمد النقاش، بينما كان الواقع القوات المشتركة كانت قادرة في لحظتها أن تنتزع المدينة وتنهي هذا الصراع وننتهي من ملف الحديدة، بدل من أن نحن الآن سنة كاملة ولم يعني إذا كانت مسألة نزع الألغام لم يستطيعوا الاتفاق عليها، ما بالك بقية الملفات التي هي أكثر تعقيدا. طيب دعني أسأل سيد الحطامي، برأيك سيد الحطامي ما الذي يعني يرسله أبهجيت جوها عندما يبدأ زيارته إلى الميدان بزيارة إلى صنعاء ثم إلى الحديدة؟ ما هي الرسائل التي يريد إيصالها ويفهم وتفهم من خلال هذه التحركات؟ نعم، طبعا ربما للإطلاع على المزيد من الآراء لدى قيادة الميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء وأيضا للقيادات الميدانية في محافظة الحديدة. لا شك بأن قضية ستوكهولم كانت يفترض أن تنطلق من ميناء الحديدة الذي زارها الجنرال الهولندي من الميناء واستبدالها بقوات أخرى يتم التوافق عليها، وهي القوات التي كانت قبل العام 2014 وتسليم مدينة الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى. للأسف الشديد كل هذه الاتفاقيات المدرجة ضمن ملف الحديدة ضربت به عرض الحائط، وكما قال الزليل دخلنا في معمعة وتفاصيل معقدة، ووقعت اللجنة المشتركة في فخاخ وألغام وحقول ألغام كثيفة من التقاطعات والتباينات والرفض الحوثيين حتى إلى مستوى قضية وقف إطلاق النار في إحدى جبهات مدينة الحديدة، حتى لمجرد مرور لجنة الإغاء أو الإغاثة الإنسانية من ميناء الحديدة باتجاه المديريات والمحافظات التي لا تزال واقعة تحت سيطرة الميليشيات. وبالتالي في اعتقادي
بأنه لا جديد وأنه فقط مزيد من الوقت لهذه الميليشيات لترتب أوضاعها أكثر لتستفيد من الوضع في جبهة الساحل الغربي وتلك التأثيرات عليها نتيجة الأحداث في الجنوب. اليوم بحسب التقارير الميدانية واتصالاتنا بضباط عسكريين في الساحل الغربي هناك حشود عسكرية في مناطق حيث من قادمة من محافظة إب إضافة إلى جبهة الجبلية والفازة والتحيط عموما إضافة إلى جبهتي المدينة والدرهم. وبالتالي في اعتقادي مع كل رئيس لجنة تبعثه الأمم المتحدة لإدارة ملف الحديدة تقوم القوات الحوثيين بالاستفزاز والحشد وبالتالي يكون أول اجتماع هو بداية انطلاق المزيد من التصعيد العسكري على مستوى مختلف جبهات الحديدة. برأيك سيد شيبان الآن عندما تحدث عن أن كاميرت كان هناك يعني الكثير من الغط حول موقفه فيما يتعلق بالتقارير التي رفع لي الأمين العام للأمم المتحدة والتي قال فيها أن هناك عرقلة في يعني عرقلة من قبل الحوثيين، كذلك لوليسغارد كان هناك نوع من الجدل الخفيف حوله فيما يتعلق بدوره، إلى أي صف يبدو أن جوها سيذهب إليه؟ هل سيفصح عن الأطراف المعرقلة للاتفاق برأيك؟ يعني أنا أعتقد هي تبتدأ المشكلة دائما بما هي الأوراق التي تمتلكها الأمم المتحدة أساسا. الأمم المتحدة هو مهمة المراقب هو شيء واحد، هو أن يرفع التقرير إلى الجهة التي هي مشرفة عليه. في هذه الحالة كان في البداية كاميرت كان يرفع لمجلس الأمن وهذا لم يرق إلا المبعوث الأممي فضغط أن يتم الرفع أولا للمبعوث وبعد ذلك المبعوث هو من يرفع لمجلس الأمن. وكلنا يعني الآن نحن نتحدث فقط في إطار التقارير حصل بينهم أصلا خلاف. بعد ذلك يأتي ما هي الأدوات التي تمتلكها الأمم المتحدة عدا عن رفع التقارير. هي لا تمتلك أي أدوات، يعني أنا أتحدث عن أدوات حقيقية تمتلكها للضغط على الأطراف في الميدان. قد تمتلك بعض الأحيان أدوات للضغط على الجهات الرسمية ولكن على الميليشيات ما ليس لديها، لأنها تقول مثلا في هذه المرة حصل خرق، في هذه المرة مثل ما فعل كاميرت قال هذه كانت عبارة عن تمثيلية. ولكن النقطة الأساسية ونعتبرها نقطة الانحراف التي تمت هي أنك فرطت بالقوة الميدانية التي معك لصالح أنك تعتقد أن هناك تقريرا ما قد ينصفك هنا أو هناك، وهذه أنا أعتقد هي المشكلة الأساسية التي وقعت فيها الشرعية. ولذلك رأينا لم يعد هناك، كان 2018 كان هناك إنجاز عسكري كبير، 2019 حصلت هناك عدم إنجاز بل وإخفاقات عسكرية مكنت الحوثيين من التمدد في مناطق كثيرة مثل حجور مثل الضالع مثل إب وغيرها من المناطق. سيد الحطامي برأيك هل ستتمكن الأمم المتحدة في نهاية المطاف من إحداث حلحلة فيما يتعلق بتسليم الميناء يعني بما أن هناك كان نقاط واضحة إلى حد ما فيما يتعلق بتسليم الأمن في مدينة الحديدة مثلا، في تسليم أيضا ما يتعلق بموانئ الحديدة، هل ستتمكن من إحداث نقلة في هذه الاتفاقات على الواقع أم لا يبدو ذلك من خلال تصرفات جوها إلى الآن أو تحركاته إلى الآن؟ نعم أخي الكريم، طبعا في اعتقادي بأن المشكلة ملف الحديدة بدأت من اتفاقية ستوكهولم سواء كان ملف الحديدة أو حتى ملفات الأسرة، كل التفاهمات تلك للأسف الشديد لم يعمل لها يعني الإجراء عقابي لمن ينتهك أو يخترق أو يرفض أو يعرقل. للأسف الشديد تركت هذه الملفات مفتوحة ومنها ملف الحديدة رغم كل الخروقات رغم كل التقارير، إلا أنه لا توجد يعني سوى من الباتريك أو حتى من لوليسغارد ولا من المبعوث الأممي عموما أي عقوبة لأي جهة تخترق أو تنتهك، وبل يعني مزيد من الضغوط يمارسها المبعوث الأممي باتجاه حد الحكومة الشرعية التي باتت على مقربة من 4 إلى 5 كيلومتر من البوابة الشرقية لميناء الحديدة. وبالتالي في اعتقادي أن الجنرال بهجيت الهندي لن يحدث جديدا أو اختراقا لملف الحديدة، سيبقى عائما في البحر
عوم تلك السفينة الأممية، ولن تكون هناك نتائج حقيقية، بل ربما تكون هناك ضغوط أو مزيد من الضغوط على الحكومة، الفريق الحكومي وعلى الحكومة الشرعية عموما، والمزيد من التنازل. أما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، يعني للأسف الشديد هي تراجيديا مؤلمة مؤسفة محزنة لما يحدث في ملف الحديدة. الناس يقتلون بشكل يومي، المجازر ترتكب بشكل أسبوعي، ما يقارب من 22 مجزرة ارتكبتها ميليشيات الحوثي، مرت مرور الكرام ولم يحدث حتى بمجرد يعني تصريح، لم يصدر أي تصريح لا من المبعوث الأممي ولا من اللجان المشتركة، ولم نسمع أي بيان، وكأن هؤلاء المدنيون طبعا هم المتضررون الرئيسيون من هذه، من بقاء الحرب مفتوحة. وللأسف الشديد ملف الحديدة في اتفاقية ستوكهولم أبقى هذه الحرب مفتوحة بعد أن مكن الميليشيات من المزيد من التمترس، المزيد من الحشد، المزيد من التخندق داخل مدينة الحديدة، والمزيد من قصف المدنيين، وربما والآن زاد التوسع أيضا بقصف كافة مواقع القوات المشتركة التي تكتفي برد الهجمات وكسر الهجومات، لكن في المقابل المواطن البسيط والمواطن العادي هو الذي يتحمل تبعات بقاء هذه الحرب مفتوحة، والتي ستصير وصمة عار في جبين الإنسانية إذا ما استمرت في مفتوحة، وسيتحمل المبعوث الأممي الجانب الأخلاقي والقيمي فيما يتعلق بذلك، بهذا الجرح الذي بقي مفتوحا لمدة عام ولم تحدث فيه الأمم المتحدة أي اختراق لوقف إطلاق النار على الأقل لمرور الإغاثة أو حتى نزع الألغام التي تفتك بأرواح المدنيين في مختلف المحافظات المديريات الجنوبية لمدينة الحديدة. شكرا لك سيد عبد الحفيظ الحطامي صحفي، كنت معنا على الهاتف من المغرب. قبل العودة إليك سيد البراشي بن أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري سيد عبد العزيز الهداشي، أهلا بك سيد الهداشي. يعني الكثير من المراوغات السياسية التي يبدو أنها تعرقل إحداث اختراق على مستوى اتفاق الحديدة، لكن في ظل تعقيدات الميدانية كيف يمكن أيضا من قبل الجهات المعنية في الحكومة الشرعية أن تمتلك أوراق أقوى في سياق أي عملية تفاوضية قادمة؟ حقيقة يعني من ناصرة القول سبق وذكرنا وكررنا أن اتفاق الحديدة ولد ميتا، وأتفق مع الأخبار البراشيبان على أنه كان خطأ عسكري فادح ما قبل ستوكهولم. بالنسبة للشرعية الآن هي فقدت أوراق كثير، يعني الشرعية الحوثي كسب أوراق خلال الفترة الماضية، ورأينا توسع في مناطق جديدة يعني لم يكن دخلها حتى من بداية الحرب. المفاوضة، أي مفاوضة قاعد، ما هناك قاعدة عسكرية تقول فاوض على المدى الذي تصل إليه مدافعك. المدى المدفعية حق الشرعية تلاشى كثيرا، سقطت علينا مناطق واسعة في محافظة أبو الضالع، سقطت علينا مناطق واسعة في حجة وعلى وجه الخصوص حجور، سقطت علينا مناطق واسعة في كتاب خلال الفترة هذه. الحوثي استغل فرصة الهدنة في الحديدة ليسحب قواته ويتحرك في كل مكان. أما بالنسبة للحل العسكري الآن في الحديدة، فالحل العسكري الآن معناها تدمير المدينة حتى لا يجد المنتصر على ماذا يحتفل في انتصاره. انتهى الحل العسكري في الحديدة. بالمقابل الحوثي لديها أوراق عسكرية يعني قوية جدا، تجده هو الذي نتيجة أن المقاومة المشتركة سواء كانوا العمالقة أو المقاومة الوطنية أو الألوية التهامية تسيطر على شريط ضيق على البحر الأحمر، بينما السهام الشرقي وخلفها جبال غصاب وجبال ريمة يهاجم الحوثي من هذه المناطق، وهو من يحدث القتل والأضرار بالقوات المقاومة الوطنية. وللأسف الشديد كان اتفاق وقف اطلاق النار ينص على وقف اطلاق النار في مدينة الحديدة ومحيطها. كان بإمكان المقاومة المشتركة والألوية المشتركة، سمى ما شئت، هي ميليشيات على فكرة غير تابعة للشرعية بأكملها، جميع القوات المقاتلة في هذه المنطقة، كان بإمكانها أن تتوسع شرقا، أن تحرر مدن جديدة، أن تحاول أن تنطلق في اتجاه، لكنها توقفت في مكانها، والآن القتل بها يوميا. والحوثي لو نفذ عملية عسكرية يعني وهو يحاول هذا مرارا،
لقطع الطريق بين القوات المتقدمة والقوات المتأخرة، لشهدنا كارثة قد تفوق كارثة كتاب أو الكارثة التي حدثت في كتاب بعشرات المرات. الآن المطلوب في أي مفاوضات، يعني في الحروب، أنت تفاوض على المدى الذي تصل إليه مدافعك. لا أرى أن الشرعية اكتسبت أوراق جديدة، بالعكس الحوثي قوي موقفه سواء إقليميا أو دوليا. المدى والأرض التي يسيطر عليها الحوثي توسعت، سقطت مديريات كاملة بيده. إذن الموقف التفاوضي للحوثي أقوى بكثير. نعم تفضل بالبقاء معي سيد الهداش. أعود إليك سيد البراء شيبان. يعني الآن سيد البراء معنا؟ سيد البراء، إذن هناك مشكلة في التواصل مع سيد البراء شيبان. أبقى معك سيد الهداشي. إذن الآن هناك، وأنا أريد أن أخذ وجهة نظرك على الأقل من ناحية ما الذي يمكن لأبهجيت جوها الرئيس المراقبين الجديد، رئيس البعثة ورئيس اللجنة إعادة الانتشار الجديد، أن يقدمه في سياق تحقيق اختراق فيما يتعلق باتفاق الحديدة. لا أعتقد أنه على مستوى إن لم يكن هناك انفراج إقليمي وطرح خط أحمر تحت إقليمي، يعني انفراج الأزمة السعودية الإيرانية، فأعتقد أن مشكلة الحديدة هي كانت اجتزاء للمشكلة اليمنية. فلن يستطيع الجنرال الهندي أو الذي سبقه بإحداث أي تغيير. لعلمك هم مراقبين، ليس مهمتهم أن يقوموا بدور الوساطة أو بتنفيذ قرارات معينة، هم مجرد مراقبين للوضع على الأرض، لن يستطيعوا عمل أي شيء ما لم يكن هناك اختراق للأزمة اليمنية بشكل عام ضمن انفراج إقليمي أو دولي. الوضع سوف يظل يراوح مكانه. طبعا الأفضلية عسكريا هي للحوثي الآن في سالفة هامة، خصوصا بعد سحب قوات العمال أو وحدات من قوات العمالقة، وهي كانت رأس الحرب الرئيسية في هذه المعارك، والجبهة أصبحت ضعيفة جدا، إلى يعني نقصت قوتها إلى النصف. لا بالنسبة لسؤالك، لا أعتقد أن الجنرال حق الأمم المتحدة يستطيع أن يحدث أي تغيير. وللعلم هو تغيير روتيني يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم، تنتهي مهمة الأول وجابه الثاني. ليس لديه صلاحيات اتخاذ قرارات، وهم ليسوا قوات حفظ وسلام بقدر ما هم قوات مراقبة دولية، معنى يشاهدوا الوضع ويسجلوا يعني معهم. في نهاية المطاف هي بعثة سياسية صحيح، لكن فيما يتعلق سيد الهداشي بأنك أنت يعني اتفقت مع سيد البراء في أنه كان من الخطأ وقوف القوات على أطراف الحديدة قبل اتفاق ستوكهولم، لكن الآن ما الذي يمنعها من التقدم الآن؟ القرار السياسي لا يوجد قرار سياسي، والقرار السياسي لعلمك ليس بيد الشرعية، كون هذه الألوية لا تعترف بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، سواء كانت المقاومة التامية سواء كانت قوات المقاومة المطرية يعني التابعة لطارق عطاش، سواء كانوا ألوية العمل، هذا كلها ميليشيات خارج نطاق الدولة. ولعلمك من أوقف إطلاق النار في الحديدة ليس الشرعية، تم وقف إطلاق النار بتغريدة من أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي، بمعنى أن الشرعية طلبوا منها نتيجة ظروف معينة، قالوا لها تعالي تفاوضي، وربما تم الضغط على الشرعية لظروف معينة أن تتوصل لهذا الاتفاق الميت الذي حقيقة الذي أعطى الحوثي ما لم يكن يستحق. وللعلم يعني دعني أدخل في قضية جانبية، نحن نريد عملية التحرش التي تقوم بها ألوية المقاومة اللواء السادس من المقاومة الوطنية تبع طارق عفاش، والتي أدت إلى مقتل أحد أبناء تهامة عبد الله بره في منطقة التحيتة، ونحمل ألوية العمالقة مسؤولية الجرائم تقوم بها قوة طارق عفاش ضد أبناء تهامة. نعم أعود إلى السيد براء شيبان. سيد البراء، هل تتفق فيما يتعلق بأن القرار السياسي هو المعرقل لأن تتقدم القوات مرة أخرى كما كانت تفعل قبل مفاوضات ستوكهولم؟ طبعا هي تحتاج الإشكالية الأساسية أن هناك طبعا أنا أتفق القرار السياسي وكذلك المبادرة. المشكلة القوات العسكرية التي تريد عمليا أو إذا اعتبرناها أن الجميع يريد تحرير البلد من الحوثيين،
القيادة وقيادة التحالف فقدت المبادرة بعكس ما كانت عليها الوضع في 2015 و2016. وبالإضافة إلى المشاكل المتراكمة التي هي خصوصا الخلافات التي حصلت ما بين القيادة الشرعية والقيادة الإماراتية، وأدت إلى النتائج العكسية السلبية التي رأيناها في عدن وغيرها. هذا أعطى دفعة معنوية كبيرة للحوثيين. فحتى تنتزع قيادة يمنية تنتزع يعني المبادرة، أو أن تقوم مثلا قيادة التحالف متمثلة بالسعودية أن تنتزع هي كذلك المبادرة لتقول أنها خلاص أعطت المبعوث الأممي أكثر من وقته ليقنع الحوثيين بالسلام، لكن لا يمكن أن تستمر معاناة الشعب اليمني. للأسف سنستمر في هذه الدوامة، وكل مرة ننتظر أن نحمل المسؤولية من يتحمل المسؤولية. في الأخير أنا أريد أن أوضح نقطة مهمة. جماعة الحوثي جماعة لا تخضع للعقوبات، لأنها ليست جماعة رسمية، ليست دولة، ليست لديها مؤسسات رسمية، ليست لديها مؤسسات في الخارج تتخاف عليها من العقوبات. ولذلك دائما الدول تتصرف مع ميليشيات، أول تحرك لأي ميليشيا تحاول أن تقمع هذا التمرد. لكن إذا اقتنعنا أن الأمم المتحدة تحقق لنا ما لم تستطع الدولة أن تحققه في الميدان، أعتقد أن اليمنيين سينتظرون طويلا. شكرا لك سيد البراء شيبان الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف في لندن، وكذا شكر موصول للمحلل العسكري السيد عبد العزيز الهداشي كان معنا عبر الهاتف من الرياض. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.